بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. بلينكن يؤكد أن الأمر يرجع لحركة حماس في الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة، وحماس ترد بأنه لا تنازل عن مطالبها. كاش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لنحو 31 ألفا منذ أكتوبر الماضي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانا غدا السبت بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. يأتي هذا فيما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضا فنيا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ويستمر حتى 13 من مارس الجاري، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. يضم هذا المعرض عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في عدد من المجالات، وذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية. كما نظمت الجمعية مهرجانا رياضيا تضمن العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة. اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد، والذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية. استمرت فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات،
وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين. وأظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية في مختلف الظروف. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز الحصص الغذائية. ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة. وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوي الحصص الغذائية على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم. وفي سياق متصل، شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة. هذا بجانب المشاركة في معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني. داخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعامل لنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه، دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. يا رب نحفظ مصر ورئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويقعد عليهم الايام بخير. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاح. كل سنه وهو طيب وربنا يخليه لنا
ويخلي لنا الشرطة ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنة اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعادة الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبري دوت، ربنا يخليهولنا ويعمل إنجازات جامدة أوي في مصر. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر. وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام. مدرة جت الصراحة، هي جت في وقتها يعني الصراحة، على دخول شهر رمضان الكريم. وربنا يخليك يا ريس على المبادرة الجميلة دي والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى. شكرا يا ريس، ربنا يخليك لينا وكل سنة حضرتك طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ألف ألف شكر، سنة طيب يا رئيس، ربنا يخليك لنا رئيس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد، وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا، وأنه فاكر الشعب في رمضان. ألف شكر يا ريس على الحياة الكريمة اللي أنت بتعملها لنا، والمشاريع اللي أنت بتعملها لنا على طول، ودايما فاكرنا على طول في الخير، وكل سنة وحضرتك أنت طيب. شاكرين يا ريس على اللي أنت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي أنت بتعملها لنا. رجالة ولا رجالة، إيد تحمي وإيد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة. ألف شكر على هديتكم، وهدية مقبولة وأنتوا نورتونا، وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الريس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعا لأنهم وصلونا في الأماكن دي، محافظة كفر الشيخ، ويا رب دايما يكونوا مستمرين في الحاجات دي. بمبسوطة أنهم بيفتكرونا وبيفتكروا أولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس أنه فاكرنا في جميع المناسبات، ودي مش أول مرة أنه يعملها معنا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي، وكل سنة وحضرته طيب. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سيدي. ليك مناسبة الشهر الكريم. ربنا يخلينا سيادة الرئيس، ربنا ما بيحرمناش منه يا رب، دايما فاكرنا على طول. كل سنة وحضرته طيب. وحضرتك طيب. كل عمر الشعب ده إيد واحدة، والفي ربط واليوم الدين. بفتح الباب لقيت السادة الضباط جايين وجايبين هدية راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعافهم ومشيهم، بنشكر سيادة الرئيس، وربنا يخليه لنا وفي اي مناسبه بيفتكرونا برضه. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. كل عمر الشعب ده ايد واحده، والفي ربط واليوم الدين. ربنا يخليك لنا يا رب يا ريس، يا رب يخليك لنا في البحر الاحمر. مبسوطه وشكرا على مساعدتك لينا يا ريس. المبادرة دي للجميع، وبنشكر وزارة الداخلية انها بتدخل كل الناس، بتقول لكل الناس ان الناس كلها على راسي، مفيش حد وحد لا. شاكرين يا سيادة الرئيس السيسي، والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. رجالة ولاد رجالة، ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع. كل
سنه وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئاسه وفي الرئاسه الجمهوريه وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتوا فيه ويساعدكم على اللي انتوا فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحده والفربط واليوم الدين. ده كفايه انكم دايين والله، ده دخلتكم دي بالدنيا كلها. حابه اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا، ربنا يخليه لنا يا رب. لا شك أن وزارة الداخلية تضع في مقدمة أولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، فالأمن رسالة إنسانية تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلينا الرئيس وخلي المبادرة وهو بجنين البحر الأحمر، وربنا يديله الصحة ويخليه الشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. أعرب وزير الداخلية في هذه البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين. كما حذر شكري من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة. تناول الاتصال بين الوزيرين بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وعلى جهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر يرجع لحركة حماس في الموافقة على وقف لإطلاق النار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وبإجراء محادثات حول حل دائم للصراع. شدد بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان على ضرورة توزيع المساعدة على قطاع غزة بشكل أكثر فعالية على الأشخاص الذين يحتاجون إليها. وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة الحفاظ على المعابر البرية إلى غزة وزيادتها. في المقابل شددت حركة حماس على أنها لن تتنازل عن مطالبتها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مقابل الإفراج عن المحتجزين لديها منذ 7 أكتوبر. كما تطالب حماس بعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين والبدء بإعادة أعمار قطاع غزة المدمر. من جهتها يطالب الاحتلال الإسرائيلي بأن تقدم حماس لائحة واضحة بأسماء المحتجزين الذين لا يزالون أحياء في غزة. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين عن أملها في أن يتم افتتاح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة يوم الأحد. وبعد زيارة لميناء مدينة لارناكا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستوديديس، قال فوندرلاين أو قالت إنهم قريبون جدا من فتح هذا الممر، وذلك قبل حدوث كارثة إنسانية في غزة. يأتي ذلك في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى سكانه ستستغرق وقتا. كان كاميرون قد أعلن أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة. أضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات وضرورة فتح ميناء أسدود في هذه الأثناء. أعلن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جرافيس أن أكثر من 500,000 فلسطيني في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعا. دعا المنسق الأممي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب، وطلب جريفيث بتوفير نقاط دخول وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية. المجاعة تكاد تكون حتمية، هذا هو تحذير الأمم المتحدة للوضع في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. أكثر من 100,000 حتى الآن ما بين شهيد وجريح، ومن بقي منهم على قيد الحياة فإنه يعاني في كافة مناحيها، فالمنازل أغلبها مهدمة مما جعل أكثر من 1.5 مليون في خيام مكتظة خالية من مرافق الصرف الصحي الأساسية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى وفقا لمنظمة الصحة العالمية. أما الغذاء فالاحتلال يمارس سلاح التجويع حيث يمنع دخول المساعدات إلا بإجراءات مشددة، مما جعل مصر والأردن والإمارات والولايات المتحدة يقومون بعملية إنزال جوي للمساعدات، بل إن الاحتلال يستغل تجمعات الأهالي عند المساعدات لقصفهم وقتل المئات منهم. وفي جميع أنحاء غزة يواجه 90% من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات فقرا غذائيا حادا. فبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على الحرب المدمرة في غزة، اضطر عدد من الأهالي إلى جمع النباتات البرية، حيث تبدأ رحلتهم في الحقول المفتوحة كل صباح بحثا عن تلك النباتات لتصبح الآن مصدرا غذائيا رئيسيا لسكان قطاع غزة. ميدانيا، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30,878 شهيدا و 72,402 من الحالات المصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أوضحت السلطات أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدا و 104 من المصابين، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. يصوت مجلس الأمن الدولي الليلة على مشروع قرار يدعو لوقف لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان الكريم في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني. كما يدعو مشروع القرار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجه خلال اجتماع للمجلس نداء إلى جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة الشهر الكريم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل هذه المبالغ من حساباتهم الشخصية. أوضح المركز أن هذه الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في هذه الصفحات مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها،
مطلقا، مشددا على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون. أصدرت الحكومة قرارا بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا. وأوضحت الحكومة أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، وتمت إتاحة المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة. أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية عند تصنيف CAA1. أشارت موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة، وذلك خلال الأسبوع الماضي. كان البنك المركزي المصري قد أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآلية السوق. حصلت مصر على جائزة أفضل صفقة سندات حكومية في أفريقيا لعام 2024 لإصدارها سندات الباندا المستدامة بقيمة 3.5 مليار يوان صيني أو ما يعادل 478.7 مليون دولار. جاء ذلك في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال للسندات والقروض والحوكمة البينية والاجتماعية والحوكمة في أفريقيا لعام 2024. ذكر موقع الاتحاد الإفريقي أن مصر أصبحت أول دولة إفريقية تصدر بنجاح سندات الباندا، والتي صدرت في أكتوبر 2023. وقدم بنك التنمية الإفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانات ائتمانية جزئية لدعم الإصدار. شهد مستشفى الحميات بمدينة المحلة الكبرى التابع لمديرية الصحة بالغربية مؤخرا أعمال تطوير شملت كافة جوانب المستشفى من بنية تحتية وأجهزة طبية، ما يضمن تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع. يرجع إنشاء مستشفى حميات المحلة إلى عهد الملك فاروق الأول، وهو ثاني أكبر مستشفى حميات على مستوى مصر، ويضم كافة التخصصات الطبية. في ظل اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي، شهد مستشفى الحميات بمدينة المحلة الكبرى التابع لمديرية الصحة بالغربية شهد مؤخرا أعمال تطوير شملت كافة جوانب المستشفى من بنية تحتية وأجهزة طبية، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع. رئيس الهيئة التمريضية بالمستشفى الدكتور محمد زكي قال إن مستشفى حميات المحلة شهد مؤخرا أعمال تطوير بأكثر من 104 ملايين جنيه، وهذا التطوير شامل من حيث البنية التحتية والأجهزة الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية بأفضل صورة ممكنة للمواطنين. تعتبر من أكبر المستشفيات النوعية الموجودة في جمهورية مصر العربية. إحنا على مدى 24 ساعة بنقدم خدمة للمريض. قيمة التذكرة هي 1 جنيه، يعني قيمة التذكرة فقط هي 1 جنيه في صرف علاج. إحنا عندنا وحدة الأسنان فيها وحدة تشخيصية وبتقدم كل الخدمات بقى، سواء كانت خلع أو زراعة أسنان أو أي حاجة بالنسبة خاصة بالأسنان. العيادات الخارجية عندنا عيادات بطنة، عيادات متوطنة، عيادات غسيل كلى، عيادات أطفال، عندنا استبان وطوارئ، عندنا مرضى غسيل الكلى، عندنا وحدة غسيل الكلى خاصة بفيروس سي و HIV اللي نقص المناعة الإيدز، عندنا عناية مركزة فيها عناية مركزة للكبار وعناية مركزة للأطفال.
مستشفى حميات المحلة يرجع إنشاؤه إلى عهد الملك فاروق الأول، وهو ثاني أكبر مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، ويضم كافة التخصصات الطبية من عيادات أسنان وأشعة مقطعية وغسيل كلوي وعناية مركزة للكبار والأطفال، وبه 116 سريرا منها 16 سرير عناية. المواطنون عبروا عن سعادتهم بالتطوير الذي شهده مستشفى حميات المحلة وتوفير الخدمات الصحية لهم بصورة متميزة وأسعار رمزية، حيث إن سعر التذكرة جنيه واحد. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
ومشاهدينا وصلنا معا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة يتواصل، والآن نذكركم بأهم عناوين الأخبار. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد الرئيس السيسي، وقت المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. بلينكين يؤكد أن الأمر يرجع لحركة حماس في الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة، وحماس ترد بأنه لا تنازل عن مطالبها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لنحو 31 ألفا منذ أكتوبر الماضي. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم. هدير أبو زيد، مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا إرهام. وطبعا يعني أثناء ما أنتوا في النشرة، الناس كلها بتتابع ماتش الأهلي والزمالك بالرياض، والأجواء استثنائية الحقيقة، ومن لحظات كان في جون للنادي الأهلي بقدم إمام عاشور، والحقيقة الأجواء حماسية جدا ومستمرة. الأجواء حماسية والماتش استثنائي فعلا ومهم جدا، فأعتقد أن أنت يعني هيكون الحلقة فيها تفاصيل كتيرة جدا عن الماتش، وتحليل بقى طبعا يعني مستوى اللعب كمان في الماتش ده. صحيح، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا يوم المرأة العالمي، احنا الشهر كله بتاعنا، يعني شهر مارس كله يعني صحيح شهر المرأة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وكل طيبة. هدية، بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقة.